السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كوني مبدعة مع حسناء أو لبي كرياتيف ويد حسناء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد بسيطة صغار اللي كيجيو زوينين بزاف بزاف بطريقة سهلة إن شاء الله. أول حاجة غادي نبدأ بالشرمولة، ولا غادي نحتاجو فيها القزبور أو الربيع، يعني ماشي المعدنوس، فقط الربيع بوحدو، القزبور بوحدو. غادي نديرو في الطحانة، غادي نزيدو عليه التومة وشوية ديال الحامض المصير أو المرقد. غادي نطحنو كل شيء، بعد ما طحنا داك القزبور مع التومة والحامض المصير غنزيدو شوية ديال السمن الحار وشوية ديال الخرقوم. شوية ديال سكنجبير. وشوية ديال الإبزار. وشوية ديال المروزية ديال الدجاج أو العطرية ديال الدجاج. وشوية ديال القرفة، تقريبا راس معلقة ديال القرفة. كنخلطوا هذيك الشرموله. الملحه ما كنديروهاش حيت ديجا هذاك المصير ديالنا غيكون مالح حتى الاخير. فاش كتوجدوا المرقه وكتذوقوها، الا كانت خاصه الملحه كتزيدوها، الا ما كانتش خاصه صافي، يعني تيكون تتكون المرقه هي هذيك. غادي نزيدوا شويه ديال الماء غير باش الشرموله تطلق لينا شويه، فاش زعما فاش نشرملوا الدجاج. كناخذو الدجاج، انا كنستخدم في البسطيله غير هاد ليكويس هادو. بغيتو ديرو الفخاد مع هاد ليكويس تقدروا ديروهم. انا الصدر ما كنديروش حيت كيجيني قاصح شويه في البسطيله، داكشي اش كنكتفي فقط بهاد ليكويس هادو. وهاد ليكويس كيف كتعرفوا راه اللحم تاعو مرطب ماشي بحال الصدر. من بعد ما شرملناهم غادي نخليهم، انا خليتهم ليله كامله في الثلاجه. على الاقل تخليهم واحد 3 سوايع باش تدخلهم الشرموله مزيان. هنايا قطعت 3 البصلات كبار، مربعات صغيره. كتضيفوا الدجاج في القميله وكتزيدوا البصله وشويه ديال الزيت الروميه صافي، وكتخليوه ماشي يتشحر حتى تقلى لكم هذيك البصله، غير تسخن شويه تصهد صافي، زيدوا عليها الماء. صافي هنايا طاب الدجاج ديالنا، غادي نحيدوه باش نخليو هذيك المرقه تختر لينا.
من بعد ما تخطرت لنا هذيك المرقه ديال الدجاج، دابا غادي نضيفوا عليها البيض. البيض انا درت ما كنبغيش البيض يكون كتير في البسطيله، كندير غير 4 الحبات. صافي كنبقاو نحركو حتى تنشف لينا هذيك المرقه، ما يبقاش فيها الماء، ضروري خاصها تنشف مزيان. هنا غادي نرجعو هذاك الدجاج، غنقطعوه طريفه صغار وغادي نردوه لهذيك المرقه اللي درنا مع البيض. دابا غادي ندوزو باش نمونطيو البسطيله، واللي غادي نحتاجو هو اللوز، تقريبا نص كيلو تاع اللوز، السكر كلاصي حسب الذوق، وشويه ديال القرفه. غادي نجمعوهم بشويه ديال الزبده، شويه تاع الزبده حتى كيتجمع لكم، ماشي بالضروره تكون مجموعه مزيان، غير خص تكون مرمله شويه، فاش كتجمعها في يديكم كتجمع وكتطلق. كان بداو المونتاج ديال البسيطلات، انا درت هذا الشكل هذا ديال الوريضات او لي بابيون، كيجي زوين في المنظر وما فيش الخدمه بزاف صراحه. كناخذ واحد الورقه، كنديروا الزبده، كناخذوا شويه ديال هذاك اللوز اللي درنا مع القرفه والسكر وشويه ديال الزبده، وكنحاولوا نضغطوا عليه باش يعطينا واحد الشكل تاع مربع. الى عندكم المول ديال بحال هكا مربع ولا اي شكل بغيتو تقدروا ديروه، انا ما عنديش المول، المول كيسهل الطريقه. كتحاولوا تدهنوا مزيان بالزبده باش تجيكم مقرمشه البسطيله ملي طيب. صافي كنطويو على جوج جهات، وكنعاودو عاوتاني واحد الورقه اخرى، كنديرو جوج ورقات. كندهنو بالزبده، كنحطوها على كيف كانت في الاول، يعني الجهه الاولى اللي فيها اللوز، كنعاودو نطويو. دابا غادي نقلبوها وغادي ناخذ الورقه الاخرى باش نديرو الديكور ديال البابيون من الفوق.
كناخذوا الورقه كندهنوها بالزبده كنطويوها على جوج وكنبداو نديروا هاد الطويه هادي ديال الفرفاره. ضروري يكون عندكم صفر البيض باش هي باش غادي نلصقوا باش تشد لينا مزيان هذيك البابيون. كناخذوا دابا واحد الطريف صغير ديال الورقه كتقطعوه شريط صغير كنديروا ليه شويه ديال صفر البيض وكنطويوه على جوج كيف كتشوفوا وغادي نروليو على هذاك البابيون من الوسط هذيك الفرفاره اللي درنا غادي نحطو من الوسط. صفر البيض كيعاون باش ما تحلش لينا هاد الوريضه هادي. صافي كنحطوها بحال هكا وكنلمطوها من التحت وكندهنو بصفر البيض من التحت ضروري باش تبقى مشدوده لينا. وهادو هما البسيطلات ديالنا من بعد ما زوقناهم رشيت عليهم القرفه من الفوق خديت العسل في دوك الجوانب اللي كتشوفوا فيهم اللوز الايفيلي حمرت اللوز الايفيلي في الفران دهنت بالعسل ورشيته في هذوك البلايص ومن الفوق درت القرفه وهكا جا المنظر ديالهم زوين. واهم حاجه هو المذاق ان المذاق ديالهم بنين بنين بزاف كنتمنى تجربوهم. ولهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو دمتم في امان الله والى اللقاء.